مراهق من أوهايو يقتل لدى محاولته سرقة حذاء. جواد جبار البالغ 16 عاما يقال عنه أنه شاب لطيف ويدرس بجد، وخلافا لما عرفه الناس عنه قام بمحاولة السطو على حذاء آير جوردان وكانت النتيجة مأساوية. وصل جبار وصديقه إلى متجر دايتون مول لشراء الحذاء الشهير، لكن للأسف وصلوا متأخرين، لم يتبقى أحذية للبيع، فقرر أن يأخذ الحذاء بقوة السلاح من أحد الزبائن، لكن الرجل كان يحمل مسدسا مرخص فسقط جبار قتيلا. وصل الإسعاف والشرطة لدى الموقع خلال دقائق، وقد صرح الرقيب فارس أن الحادث كان على مبدأ أريد الحذاء مهما كلف الأمر. لقد رفعت البلدية الحداد على الفتى، ورغم ذلك لم تسجل أي تهم على القاتل. الناس باتت تموت من أجل حذاء